أخيرا بدأت الكتل الكونكريتية الصماء التي كانت تشكل جدارا بين مناطق بغداد وتلتوي كالثعبان في شوارعها، أخيرا بدأت تغادر العاصمة في حملة أمنية لرفعها. فالأمن الذي تعيشه العاصمة العراقية اليوم جعل وجودها غير ضروري. تستمر قيادة عمليات بغداد وأيضا بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية من خلال مديرية المرور والأجهزة الأخرى في عملية رفع الصبات والكتل الخرسانية وفتح الشوارع وبمتابعة ميدانية من قبل السيد قائد عمليات بغداد شخصيا. فرحة رحيل الحواجز الكونكريتية عن بغداد بدت واضحة على وجوه المواطنين، فالضيف الثقيل على شوارع العاصمة ومناطقها قد رفع وأسهم بإعادة الجمال للمدينة بعد أن كانت مشوهة بفعل تلك الكتل الخرسانية. هسه حاليا ملامح بغداد شوية شوية قامت يعني تظهر للعالم، الجيل اللي الجديد هسه اللي هذا ما شايف ملامح بغداد، هسه قام يشوف ملامح بغداد، قام يطبل الخضراء، قام يشوف الوضع اللي، وإن شاء الله بعد نقول نحو الأحسن. قبل ما كنا نعرف شنو ورا هاي الصبات، منو شنو ما نعرف، هسه صرنا نعرف، صرنا نعرف منو جاي يطب منو جاي يطلع، جاي نشوف شيء بعيننا، هي شيء أحسن. وأسهمت حملة رفع ثلثي الحواجز الكونكريتية في بغداد والتي ما تزال مستمرة في فتح أكثر من 1000 طريق كان مغلقا منذ أكثر من 10 سنوات. ليست الحواجز الكونكريتية فقط بدأت ترفع من العاصمة العراقية بغداد، فهناك عدد كبير من السيطرات الأمنية تم رفعها مؤخرا أيضا من داخل العاصمة، وانسيابية الحركة بدت أكثر داخل شوارع بغداد. من العاصمة العراقية بغداد، محمد فاضل، الغد.